امتى اول مره انضميت لمنتخب مصر؟ كنت انا في نادي الزمالك، كان عدى 3 شهور تقريبا او 4 شهور، كنا بنلعب بطوله افريقيا. الحمد لله كنت ماشي فيها كويس، او كنت جايب اجوان لعب الصفاقس في اسكندريه، وجبت ضربه جزاء كنا تعادلنا ولعبنا ضربه جزاء، والحمد لله ربنا وفقني فيها. كان اللي ماسك المنتخب ساعتها كان فاروق جعفر، بحبه على المستوى الشخصي، واحد من الناس هو اللي كان اول ليها فضل مدير عليا. فني ضمك لمنتخب مصر. بالظبط كده، هو فعلا خلاك تشارك كباك ليفت. لعبت باك شمال. طب احكي لنا لعبت ازاي في دي المركز ده، كانت مشاكل بيني ومباراة وبين ايه، الكابتن الخطيب. وايه اللي حصل؟ حابين يعني اصل الكابتن فاروق عنده رؤيه، كان في الوقت دوت انا من اللعيبه الحمد لله اللي كنت باك رايت او باك شمال، ما كنتش بترقص يعني. انا لعبت باك رايت كتير، كان صعب تعدي مني لان كنت سريع وبدافع كويس وبهاجم كويس الحمد لله يعني. فكانت ميزه عندي، وهم كان لاعب تونس في تونس، منتخب تونس، منتخب كان قوي. قوي جدا. كان هادي بالرخيصه كان لسه الله يرحمه كان لسه متوفي الاسبوع ده، الملعب كله كان مليان، الملعب كله كان بيعيط على هادي بالرخيصه. المطر كان كبير جدا، وهم عندهم لعيب كان كبير جدا جدا جدا، حبيبي وصاحبي، عندهم لعبة كتير كده، زوير بيا، وكان عندهم جمال امام كنت بلعب عليه. لعبت باك ليفت، الكابتن فاروق جربني، بدات المباراه باك شمال. كان عماره ومحمد يوسف ما كانوش موجودين، كانوا على الدكه كانوا واحد على الدكه واحد على الطرف في بره الفرقه يعني اكيد دماغك قالت لك ان استحاله تلعب في المركز ده. لا طبعا، بس انا كابتن فاروق يعني انا لعبت قبلها ماتشين ودي وعملتها بشكل كويس. طب احكي لنا كواليس وجودك في التشكيله الاساسيه كباك ليفت في ظل وجود اتنين تاني كمحمد. لا طبعا، جت ازاي؟ بص بص بص، انا الحمد لله من اللعيبه اللي انا لعبت في كل المراكز. انا كنت لعيب تكتيكي يعني، انا مع كابتن جوهر الله يرحمه لعبت تحت راس الحرب في الزمالك، اول ما رحت لعبت باك يمين، ولعبت راس حربه مع كرول، مع مستر كرول، مع مستر فيرر، لعبت في نص الملعب ديفندر. كل المدربين الحمد لله لعبت تكتيكي يعني الحمد لله، وبلعب المكان، بادي في المكان بشكل كويس يعني. ما كانتش فشاركت في المباراه دي، شاركت في المباراه دي والحمد لله كان عملت مباراه كويسه. والمباراه دي الحمد لله من مباريات كتيره جدا مع كابتن فاروق والكابتن، انا جايب جول وانا باك شمال. هو كابتن اخر محمود مباراه الخطيب، كابتن محمود الخطيب ما كانش كان مدير شايف الكوره، بس ما كانش شايفك في المركز ده لا في ظل وجود عماره لا بالظبط بالظبط، كان شايفني في نص الملعب واحد من الاثنين يلعب. ولكن كان في مشاكل دايما في الجزئيه ديت يعني. ولكن عايز اقول لك، انا اخر مباراه للكابتن فاروق جعفر والكابتن الخطيب كانت اثيوبيا، في اثيوبيا كان تعادلنا 1-1، وانا كنت بلعب باك شمال وانا اللي جبت الجول في وجود برضو عماره. كانت اخر مباراه للكابتن فاروق في المنتخب هو كابتن الخطيب يعني.